انطلقت القافلة الطبية المجانية بالمركز الحضري بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. هذا وتتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي مدينة أبو زنيمة في جميع التخصصات الطبية. يأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً.